انت مقتنع بمده الأربعين يوم؟ يعني ماكو حلول، هو وصلنا الى مرحله انسداد. لا لا لا، انت كمنظر سياسي، المده الأربعين يوم شنو جدواها؟ اعطيني اياها. شنو جدواها؟ توصلون الى حلول؟ ممكن اعطاكم فرصه اخيره ان تصلوا الى حلول. قال الاطار شكل الحكومه. الان وصلوا. انت غلطان. الان سيدي الكريم، الحلول لا تاتي باناطه المدد الدستوريه وضرب الدستور عرض الحائط. اليوم انت كفاعل سياسي ان تنتظم وفق القانون ووفق المعادله السياسيه اللي يفرضها عليك الدستور، ما تطلع من جيبك. اي قرار طلع من جيبك ضد الدستور، انت اولا هذه مخالفه دستوريه. لا لا، احنا خلينا نحكي بالاوراق. شنو المخالفه الدستوريه؟ هو المبتغى. تم تعطيل المده الدستوريه من قبل الاطار السياسي. تم تعطيل مرتين. تعطي مدد غير المدد الدستوريه، شنو الفائده؟ واحده التيار ضرب الدستور وتبحث عن الحلول. ما احنا من يوم 6 داخلين استاذ رحيم، احنا من يوم 6 داخلين في خرق دستوري، ماكو مدد دستوريه، المدد الدستوريه تم خرقها من قبل الاطار التنسيقي. وانت جاي تجي تزيد الطين بله؟ هاي قناعتك؟ انا اريد اشوف شنو الحلول، يعني سيد مقتدى الصدر تنازل اكثر من مره وعرض حلول، ممكن بعض اطراف الاطار تدخل تتصل بالسيد نور المالكي جاء الى بغداد، كل هذه الحلول المفروض تقابلها، يعني على الاقل يونا من قبل الاطار، اما ترجعون الى نفس النقطه وهو مال انت وربك بقاتله، هذا ما يشتغل. طيب ارجع لك استاذ رحيم، حقيقه بالواقع ان الشعب العراقي حكومه بعد ما وقف، اما انه تقعد سولفتي تذهب وربك فقاتله. استاذ رحيم سالفه، انا ميت من الجوع. انا استاذ رحيم سجلها يمك بس خلي يكمل فكرته وارجع لك. والله من غذائي انت جايب لي قانون ملزق على كيفك، تريد تفوق بيه الفائض من الاموال، ترى ما في استاذ. لا 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 تمضي ولا يمشي التمرير. استاذ رحيم، الأربعة مليون تقريبا، عندنا 4 مليون يتيم وأرملة، وعندنا 40% تحت خط الفقر، وعندنا مشاكل بطالة، كلها نتيجة حكومات توافقية. أنت تريد تزيد بنا وها وشكل حكومة خامسة ونفس المشكلة، هاي مو حل. طيب يعني حكومة خامسة بعنوان الأغلبية. طيب. ما قلنا فدوى استاذ رحيم، سجلها يمك المبادرة وسولف عليها. أرجع وانت المبادرة في مضمونها، اخذ العنوان بشكل الصحيح. اليوم هذه المبادرة طرحت بشكل موضوعي تفاصيل كل ما يجري في الساحة السياسية بشكل دقيق، وأشرت كل مشكلة وحلها. لكن إذا واحد ما يريد الحل شو تسوي له؟ هذا واضح. اليوم أنت من ما تجاوبني، من أطرح عليك 10 أسئلة وكل من ما تجاوبني وتقولي والله أنا أنتظر. ايش تنتظر؟ نزول الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ لا لا، يذهب الى المعارضة. هذا عقل غير الحكومة. هذا عقل يحتاج الى مراجعة. يذهب الى المعارضة استاذ رحيم، يذهب الى المعارضة وتشكل الحكومة. خلص بعد موضوع.